هادو النقاط، هادو النقاط، شوف هادو النقاط جدول الاعمال هادو كيجيو من 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 مصلحه ديال المسائل الاجتماعيه والرياضيه من الولايه. الوالي سيد الوالي لا علم له بهذا هذا ولا السلطه ولا هذا، كيجيو كنقاط جدول الاعمال مبرمجه بحال كيجيو نقاط جدول الاعمال كامله اللي كنناقشوهم في المكتب اجتماع المكتب. حنا بغض النظر على هادشي هذا حنا ما رفضناش اجتماع المكتب حيت كيكونوا نقاط جدول الاعمال من طرف سيد الوالي، خليهم يدوزوا للجان. بالنسبه لهاد جوج النقاط هادو حنا كنعرفوا انه المنح الرياضيه ملي كتعطيهم الجماعه هي اللي كتعطيهم الجماعه بحكم انها كتمارس السياسه. فايت لي نزيدو دابا حنا في اخر المطاف غنعطيو حنا المنحه او المنح غنعطيوها حنا للعصبه، والعصبه تعطيهم هي الانديه، وديك الساعه تيك خصها تجي العصبه تجلس في منطقتنا هنايا وهي تمارس السياسه ونمشيو حنا حنايا. هادشي هذا طبعا انا ماشي انا بوجهه نظر ديالي بوحدي، وجهه نظر جوج المستشارين اللي معنا هنا. بالنسبه للنقطه الثانيه ديال الملعبين، هذوك الملعبين انا جيت جبرتهم ديال اتحاد طنجه، وملي كبرت انا ملي كنت صغير كنلعب انا مع اتحاد طنجه، كانت عندي واقيلا شي 7 سنين 8 سنين في العمر ديالي، كان كيديني بالله الحمد كنلعب في اتحاد طنجه، كنعرفهم ديال اتحاد طنجه. فهدا به غنجي انا في هذه الساعه هذه غيتبدلوا الملعبين ونرجعوا للعصبه في العهد ديالي انا اللي كنت راس الفرقه ونائب العمده. هذه اهانه لي واهانه للفريق واهانه للمدينه واهانه للساكنه، وانا ما كنستعجب على هذه النقطه هذه بعدا بالخصوص ديال الملعبين، حيت العصبه عندها بزاف د الملاعب منهم ملاعب القرب، وكيف ما كنعرفوا كان بنا انه العصبه اي عضو في العصبه عنده ملعب في ديال القرب. ودوك من بعد غنجيو الهضره عليهم، الهضره بزاف ديال الملاعب اللي كتملكهم العصبه، حيت دوك الملاعب ماشي ديال الاشخاص، هذوك الملاعب ديال العصبه اللي ممنوع يتخلصوا فيهم، كيلعبوا فيهم الاطفال، كيلعبوا فيهم الفئات الصغرى. وبالنسبه للملعبين، هذوك الملعبين بجوج بهم، هذوك ملعبين ديال اتحاد طنجه، هذوك الا مشينا حنايا مثلا من تما حنا فين غنديو الالعاب، فين غنديو الاطفال، عندنا 9 الفئات وعندنا 1000 تلميذ، كيفاش غنعملوا لهم؟ وعاد اون بليس هذا اللي كيجي مثلا يعمل شراكه ماشي هو اللي كيشرط، الجماعه اللي خاصها تشرط على شي اللي كتعطيك باش تستافد. اذا انتينا كتعمل لنا شروط هنايا، يمكن تغيير ترتيب الاولويات في استغلال الملعبين وفقا ما تراه العصبه، والتي تحددها حسب الظروف والمعطيات المتوفره لديها وحسب البرنامج الزمني المتاح. هذا عرفتي ولا هذا بلا ما لا يحق للفرق الرياضيه او الجمعيات المستفيده من استغلال الملعب باحداث مدارس رياضيه خاصه بها. هكذا على اتحاد طنجه. لا لا طبعا، وشكون اللي اتحاد طنجه اللي كتستافد من الملعب؟ واللي زاد طين بله، وكل من لم يتم التنصيص عليه في هذه الاتفاقيه ويدخل في صلب استغلال الملعبين تطبق عليه القوانين والاحكام الجاري بها العمل في هذا الباب. هذه بحال ديك مرسوم اللي كاين في القاع بفلوس، انه من زور وحرف هكذا، وهي هذه اللي عملنا دابا تا هو. الا بغينا حنا نبقاو تما عندنا الشرط الجزائي انه هادشي هذا كيضحك، هادشي هذا هادشي حشومه ما كانش خصو يتعمل اصلا. حتى هذا مثلا اللي في العصبه او اللي كيمت العصبه او اللي كينوب على رئيس العصبه اللي يعمل هاد الاتفاقيه هذه ما خصهاش تكون مره. هذوك ملاعبين ديال اتحاد طنجه هذوك ماشي ديال واش كاين شي صراع بين اتحاد طنجه والعصبه باش نشوفوا؟ احنا ما عندنا لا صراع مع شي واحد، بالعكس انا العصبه كاين لها كل الاحترام والتقدير في شخصه بشخص الرئيس سي عبد الطيف العافيه، بالعكس عندي مع الاحترام وكذا وصديق ديالو وشي هذا. بالحق انا ما هادشي هذا ما عجبنيش، هادشي ماشي انا ما عجبنيش، راه طنجه كامله ما عجبتها شي، كلشي كيهضر على هذا الموضوع هذا. بالنسبه حتى كيخلق واحد النوع الجدل في المدينه، حنا ما ناقصيناش، حنا دابا عندنا بزاف الاولويات المدينه كتشوف انا بالمصلحه ديال المصلحه ديال المدينه في بزاف ديال الحاجات اللي غنحاولوا نغضوا النظر على هادشي هذا اللي وقع دابا. والدليل ديالك انه رفضنا هادشي هذا في الجامعه في التصويت ديالو. مع رئيس العصبه منين علمتي؟ لا ما تواصلتش معاه. خصوصا ان ذكر في الندوة الصحفية ان ما كانش تواصل مع اتحاد طنجة. شكون هذا؟ في الندوة الصحفية ديال العصبة. والله ما فهمتك يا استاذ. الندوة الصحفية ديال العصبة قالوا ان الحاضرين في المكتب قالوا ان ما كانش تواصل مع اتحاد طنجة. وعلاش غنتواصلوا؟ انا ما عرفتش علاش غنتواصل معاهم انا العصبة. ولا كانوا كيحتاجونا كنحتاجهم نتواصل معاهم، ما احتاجتهمش احنا في هاد الساعه ما احتاجناهمش، ولا احتاجونا احنا نهار الاشاره ديالهم، الا احتاجناهم حتى هما غيلبيو النداء ديالنا. كلشي خصومه بيناتنا ولا شي حاجه، هادشي ما كاينش مره. من غير هاد جوج النقط هادو اللي داروا وقع الخطا، شي حاجه اخرى ما كايناش يا استاذ. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.